صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثلاثة 5 تموز، موعد مع تقارير كثيرة بحلقتنا، من حركة الأسواق التجارية قبل عيد الفطر إلى توقيع كتاب أنور أبو الحسن وغيرها. أما ضيوفنا لليوم فهن كريم مسعود عضو بلجنة مهرجانات إهدينيات الدولة، لنحكي معه عن برنامج الاحتفالات لهالعام، وأيضا نهال ليلات المديرة التنفيذية لمهرجان الفرح 5، ومنحكي معه عن المهرجان الخاص بعيد الفطر. إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا مدام منى عمر. كيفك مدام منى؟ تمام الحمد لله، كيفكم أنتم؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضلي. اليوم رح يكون غائم جزئيا مع ريح ناشطة نسبيا، ما في تعديل بدرجات الحرارة وفي ضباب على المرتفعات. بكرة غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وبالبقى. نعم. الخميس غائم جزئيا وما في تعديل، باقي الطقس مستقر نسبياً. يعني تقريبا الطقس نفسه يلي شهدناه بالايام الماضيه مستمر لنهار الخميس. قد ايه رح تكون درجات الحراره؟ اليوم رح تكون على الساحل بين 22 و31، المرتفعات من 18 ل 26، البقاع من 17 ل 31، ريح سطحيه جنوبيه غربيه سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعه. نعم. رؤيه متوسطه الرطوبه رح تكون بين 60 و85 المية. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 27. نعم. مبين شيء للويك اند او حتى هلا مستقرين؟ ما في شيء. اوكي، 4 ايام حلو ما في شيء. نحن بكره بنرجع بنحكيكم باتصال جديد، بنتشكرك. اوكي، تكرمك. صباح الخير جوال. صباح الخير جوال لك، للمشاهدين اللي عم يتابعونا. ومثل العاده من بعد اتصالنا مع مصلحه الارصاد الجويه، جوله على ابرز ما كتبته الصحف بعناوينها. اليوم الثلاثاء 5 تموز 2016، وفي عناوين صحيفة النهار: الإرهاب يضرب في 3 مدن سعودية، والكويت فككت خلايا خططت لهجمات، مقتل ضابطي أمن سعوديين في تفجير المدينة، إيران داعش دفع أموالا لمتشددين لشن هجمات. ضمن أسرار الآلهة، لوحظ أن محطة تلفزيونية قريبة من حزب الله حملت على اتفاق الرئيس بري والوزير باسيل في موضوع النفط والغاز. ازدادت في الأونة الأخيرة اللافتات المرفوعة في القرى والبلدات، وفيها يمنع على الأخوة السوريين التجول ليلا وخصوصا على الدراجات النارية. اعتبر البعض أن تفجيرات القاع أعادت اسم العماد جان أهوجي إلى الواجهة الرئاسية. عدلت نقابة الصحافة في بيانها لعطلة عيد الفطر، وهي ليست المرة الأولى التي تتسرع فيها في إصدار البيان ثم تعيد تعديله. وبختم صحيفة النهار ضمن الافتتاحية بقلم داود الصايغ ومقال بعنوان: أي لبنان بين صائب وتمام. من النهار إلى السفير، حتى لا تنهب إسرائيل والمافيا نفط لبنان. السنورة للسفير: لا تعديل في رفضنا انتخاب عون. خالد رحومي الذي عذب المخابرات: لا أعرف شيئا. ربع المراهقين في بيروت يعانون اضطرابا نفسيا. 3 عمليات انتحارية في المدينة المنورة وجدة والقطيف، رسائل الأحزمة الناسفة في السعودية. نتنياهو يدخل إفريقيا كفاتح، غياب النفوذ العربي واستحضار عملية عنتيبي. زلت أنجيرليك والتلاعب التركي بين السياسي والعسكري والاقتصادي. نتابع جولتنا ومن بعد السفير صحيفة الحياة وعناوينها: استنفار خليجي تحسبا لاعتداءات داعش في العيد، 3 تفجيرات انتحارية في جدة والقطيف والمدينة المنورة، وتفكيك خلايا في الكويت والبحث عن سعودي هارب. الكرملين يلتقط زلة أنجيرليك التركية. وساطة شرعية بين النصرة وجيش التحرير. اتخذ إجراءات لتهدئة الغضب ومنع استثمار مجزرة بغداد سياسيا عين العبادي على تحركات الصدر والمالكي. الجماعة حذرت صالح من الاحتفال بذكرى توليه الرئاسة. الدفاع السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه أبها. ماليزيا تؤكد أول هجوم لداعش، والقاعدة يحض مسلمي الهند على الجهاد. آسيا في مرمى المجموعات الإرهابية. وبعنوان أخير في الحياة: نتنياهو يغفو في ذكرى مقتل أخيه وسارة توقظه، السلطة الفلسطينية تقاطع الرباعية. من الحياة جولتنا متابعة مع عناوين المستقبل: الإرهاب يستهدف مسجد نبي الإسلام، 3 تفجيرات انتحارية تضرب جدة والقطيف والمدينة المنورة.
العبادي يحاول امتصاص النقمة بعد مجزرة الكرادة. الحريري كل المسلمين إلى جانب السعودية. حوار السلة من أجل الحوار. حزب الله في سوريا حتى آخر دمعة. فطر صيدا ينبض بالحياة. متشددون من الاتحاد السوفيتي السابق يعطون داعش سمة روسية. وأيضا في المستقبل نتنياهو يصادق على بناء 800 وحدة استيطانية. مفاوضات لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وبختم بقلم أسعد حيدر ومقالب المستقبل بعنوان السلطان ينفتح لإطفاء النار الكردية. من المستقبل منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأنوار وبالعنوان الرئيسي إجراءات مشددة للجيش وقوى الأمن حول دور العبادة والأماكن العامة. 3 عمليات إرهابية في المدينة المنورة وجدة والقطيف. الكويت تحبط 3 اعتداءات لداعش. تركيا تبدي انفتاحا للتعاون مع روسيا ضد داعش. قصف صاروخي على محيط مطار بغداد. وبالأخبار الاقتصادية بريطانيا تخفض الضرائب على الشركات للحد من صدمة الانفصال. بقلم المحلل السياسي، هل يعني تحريك ملف النفط غطاء دوليا لاستقرار لبنان؟ دار الفتوى، غدا أول أيام عيد الفطر السعيد. وبختم بقلم رفيق خوري ومقال بعنوان الدرس البريطاني القاسي، هل يتعلم العرب؟ من الأنوار إلى اللواء وبعنوان الرئيسي الإرهاب الأعمى يضرب في السعودية وقوات الأمن تحبط هجوما قرب المسجد النبوي. استهداف التعايش في القطيف وتفكيك عبوات ناسفة قرب القنصليات الأمريكية في جدة. الكويت تفكك 3 خلايا لداعش خططت لهجمات. حراك سياسي يخرق عطلة الفطر. النفط وقانون الانتخاب. الحريري يدعو حزب الله لصحوة ضمير بعد التفجيرات ضد المملكة. بقلم العميد الركن خالد حميدي مقال بعنوان اللبنانيون وأهل غزة والنفط. باريس تعتبره تأجيجا للتوتر وعريقات للتوجه إلى مجلس الأمن. تطهير عرقي في القدس. 800 وحدة استيطانية جديدة. غدا أول أيام العيد في لبنان ومعظم الدول العربية. وختاما دكتور عبد الرحمن البزري يتحدث عن أمراض الصيف وأساليب الوقاية. من اللواء إلى عناوين البلد وبعنوان الرئيسي النزوح تحت المجهر الأمني وتفاؤل بسلة بري. صحوة رئاسية جديدة عنوانها فاز الجميع. المسرح الثقافي مستمر إلى أجل غير مسمى. مهنة الخياطة تصارع الحياة. هل تتعاون تركيا وروسيا في قتال داعش؟ العراق يعلن الحداد الوطني. وبالصورة الرئيسية وبعنوان أخير الإرهاب يسابق العيد. نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة لعناوين الديلي ستار لليوم. الإرهاب يضرب قلب الإسلام في آخر أيام شهر رمضان المبارك. 4 قتلى في تفجير انتحاري قرب مسجد النبي. سلام، لبنان يجب أن يكون جاهزا لمعركة طويلة ضد الإرهاب. وبعنوان أخير قوة من الجيش السوري تهاجم موقعين للأسلحة السورية. إلى لوريان لوجور وبعنوانه الرئيسي الإرهاب يصل إلى المملكة العربية السعودية. مبادرة بر بين الضغوط الفرنسية والأجندة الإيرانية. حول ملف النفط والغاز في لبنان القرارات الفرص والمخاطر. وختاما هجوم بغداد عملية انتقامية ضد الشيعة. إلى عناوين صحيفة الشرق، يوم إرهابي في الخليج بتوقيع داعش. 4 تفجيرات في السعودية والكويت تضبط 6 إرهابيين بينهم امرأة. الحريري يعلن التضامن مع السعودية في المواجهة المفتوحة ضد الإرهاب والضلال. ماذا يطلب حزب الله ليمشي بالمرشح الوفاقي؟ إسرائيل تقيم 560 وحدة استيطان في الضفة. عقل صناعي يتغلب على أمهر الطيارين العسكريين. وبختم بقلم عون الكعك ضمن رأي الشرق ومقال لليوم بعنوان الإرهاب لا يعالج بالقوة. ومن الشرق إلى الشرق الأوسط وأيضا حول الإرهاب. الإرهاب يصل إلى ثاني الحرمين مستهدفا حماة الصلاة. استشهاد 4 رجال أمن قرب المسجد النبوي استهدفهم إرهابي تظاهر بالرغبة في مشاركتهم الإفطار. خادم الحرمين يستقبل الرئيس اليمني في مكة. الحوثيون يدهنون صواريخهم لإخفاء مصدرها الإيراني. لافروف أكد وجود تنسيق مع واشنطن في سوريا. أنقرة تثير شهية موسكو في أنجرليك ثم تتراجع.
أحد مسؤوليها أكد ما نشرته الشرق الأوسط حول شروط الحركة للتفاوض. إسرائيل مستعدون لتخفيف ظروف أسر حماس مقابل عملية تبادل. وختاما، باكستاني فجر نفسه في جدة وانتحاريان أرادا استهداف مسجد بالقطيف. ومثل العادة نختم جولتنا مع عناوين صحيفة الجمهورية بعنوان الرئيس اليوم: الإرهاب يستهدف الحرم النبوي. أيضا بعناوين الجمهورية وبالأخبار الرياضية: لقاء العمالقة بين ألمانيا وفرنسا. واليوم بيصدر ملف جمهورية المرأة: كوني مثيرة بأجمل مايوهات 2016. ومع هالعنوان البعيد كل البعد عن السياسة بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك ومنرجع. بعطلة عيد الفطر نشاطات كتيرة عم بتم تنظيمها بهالمناسبة، وبتاني وتالت ورابع أيام العيد، وبتنظيم من جمعية الإرشاد والإصلاح مهرجان للسنة الثالثة على التوالي تحت عنوان عيد معنا بمنطقة عرمون. وبيتضمن المهرجان محطات للصغار مع ألعاب ترفيهية ومسابقات ثقافية وغيرها. وعم نشوف بعض الأجواء يلي كانت بالسنوات الماضية. كافيتيريا وغيرها لاقونا بسنوية رفيق الحريري الرسمية عرمون تاني وتالت ورابع أيام عيد الفطر من الساعة 3 للعشرة مساء. كل عام وانتو بألف خير. بدأت مهرجانات دبي لهالعام، والافتتاح كان مع الفنان وائل كفوري، على أنه تستمر فعاليات هالمهرجان لثمان الشهر مع أمسية تكريمية بكرة للفنانة داليدا. ومنسمع من داليدا. T'étais sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre. إذن مواعيد كتيرة مثل ما كنا عم نقول. بسبع الشهر أيضا موعد مع الفنان راغب علامة، والختام مع نجوى كرم ووائل جسار. والعروض بتبدأ من الساعة 8:30 المساء بالووتر فرونت بدبي. ومنسمع من نجوى كرم. يا ابو عيون السود، يا ابو عيون السود.
افتتاح متحف ومكتبة الرئيس فؤاد شهاب بباني الدولة والمؤسسات هو يوم الاثنين 11 تموز بالمدرسة المركزية بجونة. برنامج الاحتفال منوع مع كلمات وعرض لفيلم وثائقي وإزاحة الستارة عن نصب الرئيس شهاب، بالإضافة إلى محطات موسيقية مع الفنانة كاتيا حرب بأغنية عم بحلمك يا حلم يا لبنان، وأيضا وقفة مع الفنان نادر خوري مع أغنية يا ابني. الاحتفال بيبدأ من الساعة 7 المساء. محطة سنوية بتشهدها منطقة بكفية مع مهرجان الدراء هالفواكه يلي بتشتهر بزراعتها البلدة. النشاط بيبدأ بـ8 الشهر ليستمر لغاية 10 تموز بسراي بكفية مع نشاطات كتيرة وأكيد عرض للدراء ومأكولات ممكن صنعها بالدراء. سهرة قروية بتحييها فرقة أيام ليرة بـ8 الشهر بـ9 الشهر موعد مع الموسيقى ميشيل فاضل والختام للأطفال مع مسرحية لونا. والنشاطات بتبدأ من 5 بعد الظهر للـ10 المساء. أمسي مع الفنان عبد الكريم الشعار من مترو المدينة مع ودارة الأيام يوم السبت المقبل 9 الشهر الساعة 10 المساء، ومنسمع من أمسيات سابقة للفنان عبد الكريم الشعار. مواعيد كتير بيعطينا إياها تياترو فردان بالحمرة لشهر تموز. مثلا اليوم موعد مع مسرحية بيروت طريق جديدة، وبكرة بيروت فوق الشجرة والأعمال يلي عم بيعرضها المخرج يحيى جابر إلى جانب الممثل زياد عتاني. أيضا بـ7 الشهر موعد فني مع الفنان محمد خيري بأمسية طربية بتمام الساعة 10 المساء. تابع يا رايحي لحلب حبي معاكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح، كل من وليف ومعنا وليف راح، يا ربي نسمة هوا ترد بخبر أخير وبدعوة من دار الندوة. لقاء تحت عنوان نتذكر الروائي القاص ياسين رفعي، بشارك بالندوة الكاتبة إقبال الشايب غانم وجيه فانوس والكاتب ميشيل جحا. المحطة رح تكون بـ9 الشهر، إذن المحطة رح تكون بدار الندوة بالحمرة يوم الاثنين عفوا بيكون 11 الشهر الساعة 6 المساء. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام المواعيد السقفية والفنية. جوال نرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير.
من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا المعاون سعيد الحاج. مرحبا. صباح الخير، يعطيك العافية. كيفك؟ ماشي الحال، كثر خير الله. هلا اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، إن شاء الله تنعاد على الجميع. وعليكم. تسلمي. عندنا حركة سير ناشطة إجمالا على أغلب المحاور، عندنا من جوني باتجاه النقاش حركة سير ناشطة وصولا نعم. حتى كذلك عندنا من النقاش وصولا حتى نهر المول حركة سير كثيفة. عندنا أيضا من الدورة باتجاه الكارنتينا عندنا حركة سير كثيفة. المدخل الشرقي إجمالا عم يشهد حركة سير ناشطة، كذلك المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير ناشطة. نعم. وباقي المحاور عم تشهد حركة سير طبيعية. أوكي. هذه بالنسبة لحركة السير. عنا بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية كان عنا 10 حوادث كانت نتيجتهم 17 جريح وقتيل واحد. نعم. بالنسبة لمخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية كانت النتيجة 824 محضر مخالفة سرعة زائدة، 709 نهارا و115 ليلا. نعم. إجمالا هذا كل شيء. أوكي. شكرا لك المعاون سعيد الحاج، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. بريك جديد نرجع نتابع من بعده أخبار الصباح، خليكم معنا. صباح الخير. يوم واحد بيفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والوطن عم بلملم أزماته وأحزانه المتراكمة. العيد محطة مننطرها لنهرب من واقع صار معتم، لنسرق أيام من الفرح مع العيلة ونحمل كمشة أمل بشرق غارق بالإرهاب والعنف والظلمة. ولأنه عيد الفطر المبارك هو رسالة سلام وحب وتسامح، بكرة العيد ورح منعيد. كبار وصغار بينطروا عيد الفطر السعيد، وبذكرياتنا لحظات من الطفولة والعيدية تحت المخدة وجمعة العيلة. تقاليد كتيرة ما تغيرت، ويلي تغير هي مصاعب الحياة اليومية. بالماضي كانت الأسواق بزمن العيد تعج بالحركة، أما اليوم فالواجهات التجارية صارت للفرجة، وهدية العيد رمزية وعلى قد الحال. الأسواق عشية العيد بتقرير خاص للزميل خالد أبو شقرة. الناس ما معها مصاري، الناس ما معها مصاري، ما في حدا، ما حدا عم يشتري وحدا عم يبيع. الوضع الأمني والوضع الاقتصادي المادي، هو دول اللي عم بيخلوا العالم تنزل وترتاح. وحدة أرقام التنزيلات وأشكال واجهات المحلات هي اللي عم تتغير بالأسواق، أما الثابت فهو إحباط التجار وتسمرهم لأيام بمحلاتهم بانتظار زبائن لم يأتوا بعد. لهيئتهم المعهودة وحسن استقبالهم بيخبوا وراهم وجع ومعاناة عم بيعيشوها التجار من حوالي 6 سنوات. بيجي موسم وبيروح آخر والأوضاع هي نفسها، جمود تجاري قاتل بينضاف له إشاعات وأخبار عن تفجيرات إرهابية، ليوضعوا الأسواق أمام مصير أسود ما بينفع معه لا أعياد ولا مناسبات. يعني ما توقعنا احنا الأسواق تكون انه نحن نستنى هالأيام هيدا لنشتغل فيها، لنعوض الأيام اللي نحن ما عم نشتغل فيها. الوضع تعتير، يعني هذا الوضع كتير تعيس منا وجارنا، كل واحد حاسس بحاله قديه متراجع وضعنا، قديه مداخيلنا متراجع، ما بقى عم نقدر نشتري مثل قبل، ما بقى عم نقدر نكون مرتاحين نصرف مثل قبل. في تراجع 90%، يعني سوء عدم، شو بدي احكي لك، بوجع قلبي وقلبه. في كتير سكر بيرجعوا بياخدوا ناس تانية، بحطوا ديكور، بيستأجروا شهر شهرين كمان بسكر، بحطوا أجار 3 أشهر بسكروا بفلوا. سنوات الخسائر نقل المؤسسات التجارية من الصعوبات الظرفية إلى مشاكل بنيوية عم تدفع الكثير منهم للإقفال أو الإفلاس، ورغم كل الجهود اللي عم يبذلها القطاع الخاص فهي عم تفشل أمام مخططات عبثية لتخريب البلد. يعني أنا بشوف أنه في شيء تسونامي، يعني من كم أسبوع كنا مجتمعين بجمعية تجار بيروت، رؤساء جمعيات لبنان كلها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل واحد صار يحكي عن الوجع، لقينا الوجع واحد وتسونامي مجتاح الاقتصاد بجميع الأراضي اللبنانية. أول ناحية في وضع نفسي، في إحباط وفي خوف،
خوف من بكرة. يعني اليوم ما بتقدر تقول للمواطن أو بتقول للعربي يعني كل شيء منيح. هو هيدا نبض بده يحس فيه هو شخصيا. المواطنين أو المتسوقين باللغة التجارية عندهم الجواب عن وضع الأسواق، فتراجع القدرة الشرائية وزيادة المتطلبات الحياتية والتخوف من الأوضاع الأمنية عناصر عم تجبرهم على عدم الخروج والتبضع مهما كانت المناسبات. بظن إجا تسكير صوت المدارس والأعياد ورمضان مصروفه كبير، مشان هيك طفرت العالم. يعني صراحة آخر أفضلية هي صارت للتياب وللأشياء آخر شيء، لأنه الإنسان عم بفكر بالأول بالقسوطة اللي عليه بالضرائب اللي هي موجودة. بتعرف قديش في ضرائب، يعني بصير آخر شيء أمور التياب والأمور هيدي. وضع يعني العالم ما عايش، ما في ما في البحبوحة بتأول. ما حدا ما بدون مصاري، العالم ما في مصاري. بحس إنه عم ينطوا آخر لآخر لحظة من البيت لهون وراح من هون على البيت، ما عم بشوفوا العم بقشع. ما في حدا بقى معه مصاري قد قبل، ما في حدا يعني كل ما في دولة يعني. أكيد هالسنة مش مثل أي سنة. الفرق إنه الأوضاع ناس ما في. أكيد بخافوا، خصوصا عندنا بالضواحي أكثر شيء هيك عم بخافوا العالم. يروح يتبضع، يروح يجيب أغراض، يروح ياخذ أولادهم لمطرح، ما في. يعني خوفانين، اللي عم بيقولوا إنه في خوف، في خوف، في متفجرات هيك، في إشاعات عم تطلع ما في إذا مزبوطة ولا صح يعني ولا غلط. على هاي الظروف الاقتصادية أكيد إنه مقلل، لأنه اسم الله أجى رمضان ومصروف رمضان والوضع الاقتصادي بالبلد السياسي، مشان هيك الواحد ما عم يظهر على السوق. صحيح أن الاقتصاد اللبناني سريع العطب، إلا أنه بالمقابل سريع الانتعاش، وبيكفي صدمة إيجابية وحدة بالسياسة حتى يتم إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد. منتابع حلقتنا مع السؤال اليومي، وسألنا الناس شو هي العادة يلي بتقوم فيها مرارا. خلينا نشوف أجوبتهم بهالتقرير. بعمل هيك وهيك هيك وهيك. ما عندي ولا خصمة على الشغل وعلى البيت، معدومة منور ومن خير. الخصلة شوف الحلوين، حب النسوان. خصلة؟ ايه مثلا كلمة شوبيك، ايه شوبيك على طول، شوبيك شوبيكي. لا 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 ابدا، خصلة ما في. بشم الهواء، بحب الكيس، طاولة مرتبة غير شكل. بعيد، بحب بعيد. فوت لشو ولا فوت لشو الصحافي والعالم هون يفوتوا. لحظة يا ولد، ايه بعيد على العالم، يعني عالم برغة شايفه. تصور هيك لا لحظة كتير والله. سبحانك يا رب. خصلة شو؟ ما بفينا عمل شي، لا خصلة ولا بلا خصلة، بفينا عمل شي بقى. لا هيك ضل بعمل هيك عادي من أنا وصغير، وبعدني لهلا خط عادي أنا ما بلا عواد بيوقف. بحس إنه إذا ضيعت شي عم فكر فيه بفرق راسي هيك شوي صغير بيمشي حاله. بحب البسينات، هاي خصلتي. ايه ايه يعني خاربين لي بيتي، كل ما بسينة بدها تخلف بتنقيني إلي وبتجي بتخلف عندي. متابعين معكم، وضمن الحركة الثقافية يلي عم تبقى ناشطة بكافة المناطق اللبنانية، مننتقل إلى منطقة بتخناي إلى المتن الأعلى يلي شهدت على توقيع كتاب للكاتب والشاعر أنور أبو الحسن، وبحضور عدد من الأسماء الفنية والثقافية. وكل التفاصيل من تبع سوا. يشرب ويضحك ويدخن، وكان الطقس حارا، ولكن أنعشنا أنور بمرحه وفرحه وبما تبقى في بتخناي من أكسجين في النسيم العليل. من قرية بتخناي بالمتن الأعلى لمع أسماء كبيرة بعالم الفن والأدب والشعر،
والكاتب والشاعر أنور أبو الحسن هو علم من هالقرية يلي أحبها وعشق طبيعتها الجبلية، فكتب لها أشعار منثورة وجمعهم بكتاب عنوانه ظلال، تم توقيعه برابطة آل أبو الحسن وبحضور أصدقاء من أهل الثقافة والفن. هو كتاب صراحة مجموعة من الخواطر تتضمن يعني بعض المواضيع التي تقارب الفلسفة، ويتكلم عن كل الأمور من الحب للوطن للضيعة، يعني هو متنوع. اليوم هيدي الدعوة هي دعوة مليئة بالحب. أنا جيت لهون لأنه أنور هو بكل كتبه الفلسفية والأدبية والشعرية بشر بالحب. يوم ينصرني عقرب الضعيف، يوم ينصرني عقرب الضعيف، ومرهون قلب العمر أحسان، مش برجوازي جيل طالب كيف كفي فقير برصيد الكاتب والشاعر أنور أبو الحسن ثلاث كتب. بدأ مشواره الأدبي بكتاب أول حول الفلسفة، ثم انتقل إلى الشعر، والكتاب الأخير هو متنوع ومميز بقصائد شعرية تحكي عن الحب. اللي بيجمعني بأنور أبو الحسن هو فعلا الكلمة، الثقافة، إنسان مثقف. ذكرت في كلمتي أنه عنده تراكم ثقافي كبير وعنده مخزون من المفردات اللي ساعدته على تناول هالمواضيع الوجودية الفلسفية. الصدق أهم شيء، لأن ما في مزح، ما في لعب، ما في تكرار. هيك بتحسين متشبع بالتراب بالأرض بالصنوبر، أنه صادق جدا وفنان حقيقي يعني. نعم، لسنا إلا ظلالا على غلب الحياة، ولا غير في أن نكون ظلا، لأن من ظل ظله على الأديم فلأنه يرنو بسمو إلى عين الشمس. الكتاب مرفق بصور التقطت من القرية وبتظهر جميل طبيعتها الخلابة. الصور اللي فيها اني صور نحن مصورين، وان والوالد دائما بيحب يضوي على الضيعه وعلى الحنين للضيعه وللعوائد القديمه، فيها شوي مشاعر حتى الصور، يعني جربنا شوي تكون قريبه للشعر اللي هو موجود بالكتاب. بحمل معي بالعاطفي بالحيف وبالتاب انور شايف التالي مع الوعد انتي وبعرس الصيف من تابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم نهال الليلات. أهلا وسهلا فيك نهال، حضرتك المديرة التنفيذية لمهرجان الفرح بدورته الخامسة اللي هو من تنظيم جمعية المسرح العالمي. أهلا وسهلا فيك، وينعاد عليك سلف. بكرة أول أيام العيد، وأنتوا المهرجان بيصير بتاني وتالت أيام العيد بأسواق بيروت. هيدي الدورة الخامسة، شو بتخبرينا دورة بعد دورة؟ أكيد دورة بعد دورة أقوى وأقوى، وعروضات أحلى وأحلى. هذا اللي نحن مخبينه هالسنة لكل جمهورنا. ندعي الكل اللبنانية ينضموا لنا لنتشارك سوا فرحة العيد. النشاطات يلي رح تكون شو هي، وقديه عن جد عم بيكون في إقبال من الكبار والصغار على هالنشاطات الخاصة بالعيد؟ كلنا مننطر الفرحة، وكيف لنقول بالعيد الكل بيركض وبخبر لحتى يشارك هذا الشيء، خاصة مع المسرح العالمي، لأن دايما عروضاتنا عم بتكون منوعة. يعني لما عم نقول مهرجان من تنظيم المسرح العالمي، عم بيكون مسرح ألعاب كيرمس، وحتى لما نقول مسرح عم بيكون في عنا عرض مسرحي، عروضات للفرق الاستعراضية. شو بتكون خبركم، السيرك المسرح العالمي. هيدا الشيء الجديد يلي عم بتضيفوه السنة؟ كل سنة بيكون في أشياء جديدة. السنة الماضية انطلقنا بسيرك المسرح العالمي، كتير حبوا الناس لأنه بينقل المشاهدين لأجواء السيرك على طريقته الخاصة. المشاهد اللي عم نشوفها شو هي؟ هي لوحات استعراضية من السنوات الماضية، لفرقة هوني فرقة فرشات الفرح. أوكي، المسرح العالمي بشو يعنى؟
يعنى بتوصيل رسائل هاتفية حاملة قيم أخلاقية بطريقة طريفة وذكية. كيف يعني؟ تحديدا هيك على الارض كيف عم بتصير؟ من خلال اللوحات الاستعراضيه، من خلال الرقص، من خلال ممكن تكون حركات ايمائيه بيعملوها فرقه مهرجي المرح، ممكن من خلال عرض مسرحي. من هيك انت بتعبر كثير بايديك. ايه ممكن لان انا مدربه كمان مسرح ومدربه ومصممه لوحات استعراضيه. ف قديش بياخذ معكم وقت الشغل؟ والاطفال يلي كنا عم نشوفهم قديش تقريبا اعمارهم؟ يعني قد ايه هين الشغل معهم بمعنى اخر؟ اعمارهم بيوصلوا ل 12 سنه هن الصبايا اللي بيشاركوا معنا بالفرقه الاستعراضيه. هن كل سنه بيكونوا هن ذاتهم؟ لا مش بالضروره، الباب مفتوح دائما، بيكون عنا عدد كثير كبير وبيشارك القسم منهم دائما. هيدي هي الفكره. اذا النشاطات قلنا بثاني وثالث ايام العيد، يعني نهار الخميس وجمعه، من اي ساعه بتبدا ولاي ساعه بتستمر؟ بنستفتح المهرجان الساعه 1 بالعاب الكرمس، لحتى ننهي بعد الساعة 4 تقريبا، منوقف كل الألعاب لحتى ننتقل لقسم المسرح، والكل ناطر وبيسأل شو قصة هالمسرحية، مسرحية جعيدان والكلام، وناطر كمان السيرك المسرح العالمي لحتى يشوف شو مخبي له مفاجآت. النشاطات نفسها على يومين 100%؟ اي نعم، في شوية اختلاف بالبروجرام، يعني سيرك المسرح العالمي رح يتقدم ثالث يوم العيد مش رح يتقدم ثاني يوم العيد، ففي فقرات منوعة حسب الثاني والثالث. قديش عم بيزيد الجمهور يلي عم بيزوركم كل سنه؟ ما في شك، كلنا بننطر النشاطات كل سنه، فجمهورنا كمان عم ينطرنا لحتى يشوف شو مخبيين له اشياء جديده. والمميز بالمسرح العالمي انه عم بتقدم كل هالفقرات صبايا وشباب، نشتغل على تدريب مهاراتهم وتطوير قدراتهم الذاتيه والذهنيه والجسديه، عم بيقدموا بطريقه كثير حلوه على المسرح، ودائما الرساله من هيك صبايا وشباب بتوصل اسرع بكثير من لما نحكي من كبار. اكيد نعم. التدريب بيكون كثير صعب لكن في لذه بس لتشوفيهم على خشبه المسرح. نعم، كل التوفيق لكم نهال ليلات، المديره التنفيذيه لمهرجان الفرح 5، وعقبال كل سنه ومنعادك من جديد. ان شاء الله يكون عيد خير علينا وعليك. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع. منتابع حلقتنا مع ضيفنا الثاني لليوم كريم مسعود، عضو بلجنة مهرجان إهدينيات الدولة. أهلا وسهلا فيك كريم. صباح الخير. كريم محطة سنوية مع مهرجان إهدينيات وأنت معنا كل سنة، يعني هونيك بإهدي المهرجان وأنت كل سنة. ضيفنا يعني كل سنة، يعني عم اشتاق لكم من سنة لسنة وبحب هيك زيارتكم. ونحن كمان بنحب زيارتك كريم. السنة مبلشين بفنانة كبيرة ماجدة الرومي يلي بتعطينا تفاؤل دايما بحفلاتها، بس قبل خلينا نحكي عن ريتا أورا يلي كان مفروض تكون ضيفة بتسعة آب، وللأسف مع انه كتار كانوا ناطرينها التغت حفلتها، يعني هيك غصب عنكم التغت. يعني مزبوط، نحن كنا ناطرين النجمة العالمية ريتا أورا تكون ضيفتنا بإهدينيات السنة، وهي كانت ضيفتنا الانترناشنال ستار لهذا العام، بس بسبب الأوضاع الراهنة بلبنان وبنتأسف على هذا الموضوع صار التواصل بيننا وبين إدارة أعمالها وإجا طلب الإلغاء. يعني أمور روتينية بتصير بين يعني المحاميين والمحامين تبعولها لأسباب معينة موجودة بالكونترا اوريدي، اضطرينا نلغي ليلة ريتا أورا، دغري استبدلناها بليلة تانية هلا رح نحكي عنها بسياق الحديث. هلا أكيد طلب الإلغاء إجا من قبلها. أكيد ديفينتلي من قبلها بسبب الانفجار يلي صار تقريبا يعني اللي صار انفجار الحمرة تحديدا، لا قبل انفجار الآ، فدغري إجا الاتصال ومن وراء إيميل بيطلب هذا الإلغاء الفوري. نحن تفهمنا الموضوع لأنه كمان مسؤولية كبيرة تجيبي فنانة عالمية على مسؤوليتك على لبنان ويصير شيء لا سمح الله. بذات الوقت نحن إن شاء الله الأوضاع بتهدى وبتروق وبتضل يعني كل المهرجانات مقلعة، هيدا هدفنا الأساسي والوحيد لهيدا الصيفية، نقدم شيء حلو العالم تنبسط صيف كيف، وإن شاء الله يا رب ما يصير قصص تانية معقولة تتأثر أكثر على مهرجانات لبنان. على كل حال هلأ بنحكي بالتفاصيل على البرنامج المقرر لهالعام، بس قبل خلينا نسمع من ماجدة الرومي ونرجع. يلا.
كنا عم نشوف البروموشن الخاصة بالحفلة، وكنا عم نحكي انه تم الغاء للأسف حفلة ريتا أورا واستبدلتوها بلاتين نايت فيستا لاتينا. اول شيء بس عن الفيديو اللي قطع على السيدة ماجدة الرومي، نحن الافتتاحية ب 22 تموز هلأ رح نرجع نسمعها على ماجدة بليلة منغني فيها الحب والسلام والأرض والوطن والوطن. أكيد نحن بحاجة لهالليلة تكون بالافتتاحية وتكون أكيد بمهرجان إهدينيات، بدنا هيدي القوة هيدا العنفوان ينتشر وينطلق من إهدن لكل لبنان، وإن شاء الله تكون ليلة جدا رائعة بتاريخ 22 تموز. يلا رح نسمع من ماجدة هلأ. يلا ما عم تزبط. إذن الافتتاح رح يكون مع السيدة ماجدة الرومي، وأيضا افتتاح مهرجانات الأرز الدولية رح يكون أيضا مع ماجدة الرومي. عم بيكون في تواصل مع باقي المهرجانات أو تنسيق؟ نحن دايما في تواصل مباشر أو غير مباشر مع جميع المهرجانات اللبنانية. كل سنة بيصير في لقاء لدراسة أسعار البطاقات لنعرف السكادجول امتى ببلش كل مهرجان وبينتهي، فدائما في هذا التواصل المباشر الغير مباشر، بس تواصل يومي او تنعرف كل مهرجان شو السكادجول تبعه لا ما بيصير هيدا، بس اكيد جدا العلاقات جيده وموجوده بين كل المهرجانات. على كل حال اكيد يعني مع تواجد وتزامنا مع مهرجان اهدينيات ومهرجان الارز رح يكونوا بطاقات اكيد مفولين، والامر نفسه كمان لقازم الساهر يلي رح يكون متواجد عندكم وبمهرجانات بيت الدين بليلتين. هلا بنحكي عنهم بس خلينا الافتتاح اذا قلنا ب 22 شهر صح. من بعد الافتتاح ثاني ليله دغري 30 تموز بليله تحت عنوان كونشيرتو ديل ستايل لكل محبين الموسيقى الكلاسيكيه والاوبرا، هن على موعد مع لقاء بين كورال الجامعه الانطونيه واوركسترا جيفونايل ميديترانيا من ايطاليا بقياده الاستاذ توفيق معتوق. هول الليالي الاكسبيرمنتال يعني بتركبي شو مع شو ثاني حتى يطلع شو ثالث، فبيكون هيك ليلة غير اعتيادية، عم تجربي نوع موسيقى جديدة، عم تطرحي على على الجمهور أنواع الموسيقى اللي بحبون، يعني عم نحرص بكل ليلة يتنوع نوع الموسيقى، نوع الكراود، يعني بين سيدي ماجد الرومي بأول بس فيها مخاطرة شوي إنه يمكن ما كتير يكون عنده جمهور. بالعكس بليف إت أور نوت هالليالي الإكسبيرمنتال مثل كونشيرتو ديل ستايل عندها جمهورها، بالعكس بتقصدها وبتعتبرها إنه ليلة مميزة من ليالي المهرجان، والحمد لله نحن كل يوم بنطلع على البيع وكل شيء ماشي على على أجمل على يعني أكثر من يعني اللازم والحلو، فلا بالعكس وكونشيرتو ديل ستايل هيك لكل محبين الموسيقى الكلاسيكيه موسيقى الاوبرا والاوبرا ومحبين كتار بلبنان موعدهم 30 تموز. من بعدها خلينا معها نسمع شوي فإذن هيدي بثلاثين هيدي الحفلة. من بعدها بخمسة آب منغير المود منغير التوجه منغير الليلة كليا لكل محبين الفرنش رومانس والليالي الفرنسية الرائعة، نحن على موعد بخمسة آب مع ميشيل تورو إرفي فيلار. كل سنة الماضية جربنا تجربة الفرنش نايت وكانت أكثر من ناجحة، ومحبين مزبوط. الموسيقى الفرنسية كتير كتار بلبنان مزبوط. فموعدهم بخمسة آب يلا فيها نوستالجي Il fallait bien passer le temps, il fallait que le corps exulte. Comme le cœur d'Emmanuel, la sœur de nos oiseaux sans ailes,
تبقوا مطلعين كريم على الارشيف او على الريبرتوار اكيد يلي رح يغنوا اكيد وكثير بهمنا نعرف شو الهيتس يلي ضربوا بلبنان بوقت من الاوقات على الراديوز نطلبهم من اداره اعمالهم للفنانين بنجرب نعرف كمان اليونج كراود يلي بحبوا فنانين كبار مثل ميشيل تورو هرفي فيلار شو بحبوا كمان من اغانيهم كمان حتى يكونوا ضمن الريبرتوار يعني مش بس رح يغنوا من اغانيهم رح يغنوا كمان اغاني كمان يعني نحن بنطلب منهم هن شو بيقدروا يلبونا بكون كثير عظيم لانه عندنا هالتشانس معهم ساعه ساعه وربع فنجرب نعمل شيء يرضي الكل والكل العالم الموجودين يحبوه اوكي من بعد هالمحطه الفرنسيه ننتقل لتاريخ 12 و13 اب مع قيصر الغناء العربي قازم الساهر للسنة الرابعة على التوالي ورقة رابحة دايما قازم يعني إذا بحل ضيف ليلتين أو ثلاثة أكيد مفولين صح يعني قيصر الغناء بيجي معه سحره بيجي معه الوهج تبعوله كنت سنة الماضي قلت ثالثة ثابتة أنه لثالث سنة على التوالي السنة الرابعة ما بعرف في حالة عشق غريبة بين قازم وإهدنيات هو بحب المهرجان بحب طقس إهدن بحب الجمهور يلي عم بيحضروا كل سنة وبذات الوقت جمهور إهدنيات ما عم بيتركوا بثانية لحاله على المسرح دايما معه مواكبه بحبه عم توصل هيدي الانرجي بين قازم الساهر وبين جمهور إهدنيات فليه لقى اللقاء لربع سنة على التوالي كريم بين ماجدة عندكم وبالأرز وبين قازم عندكم كمان وببيت الدين الريبرتوار بيتغير تالعالم يلي عم تحضر هون وهون ما تشوف أو تسمع نفس الأغاني صح لا هي في ضروريات لازم تكون بالحفلتين يعني في أغاني مش معقول ما تقطع لكونسرت للسيدة ماجدة الرومي أو لقيصر الغناء قازم الساهر وأكيد في مفاجآت بتنعمل بتغير شوية الريبرتوار أكيد بس في إذا بدكم قولوا المسلمات لازم يقطعوا بكل حفلة يعني زيديني عشقا زيديني عشقا عم بيسألوني عليك الناس لسيدة ماجدة الرومي مش معقول تقطع حفلة وما تسمعيهم يعني بصير في هيك شوق لهم وعن جد يمكن اللي بيحضر أول ليلة قازم الساهر بيرجع نفس الجمهور بيقصده تاني ليلة صح خلينا نسمع من قازم الساهر نسمع. طيب كنا عم نشوف مجهد لقازم من بعد قازم بتكون الليلة الختامية بتاريخ 20 آب مثل ما قلنا مفروض كانت تكون ريتا صح فيستا لاتينا ليلة من تنفيذ وإخراج وصناعة المبدع ميشيل ألفترياديس يعني عم ننوع عم ننتقل من الفرنش للموسيقى العربية للموسيقى اللبنانية وصولا للاتين ميوزك لكل محبين الرقص والبسط والجنون إذا بدكم ليلة خاصة بختام مهرجان إهدنيات تحت عنوان فيستا لاتينا بعشرين آب ميشيل ألفترياديس كان له محطة مع إهدنيات مش سنة الماضي اللي قبلها مزبوط هيدي تالت كولابوريشن مع ميشيل ألفترياديس دايما حلو الشغل معه دايما شيء جديد دايما ما بيتكرروا ما بيتكرروا بس دايما عندك ذات السبيريت يعني ليالي ما فيها مهرب من الفرح والبسط والرقص قليل ما تقعد العالم على الكراسي بليالي يلي عملهم ميشيل ألفترياديس وهذا شيء كثير حلو اكيد فينا نعرف الفنانين اللي رح بيشاركوا بهالليله مثلا حنين رح تكون بعد صراحه لانه هلا استجدت الليله بعدنا عم نركب الشو البرنامج لا اذا بدكم اللاين اب مين رح يطلع بهيدي الحلقه تحديدا بس اكيد بهيدي الحفله وكل شيء رح نرجع نقوله على السوشيال ميديا تبعولنا على انستغرام فيسبوك وتويتر يلي نحن مواكبين كل يوم بيوم وكل شيء بيصير نعم أوكي. يلا بنسمع من ميشيل ألفترياديس يلا من الشو طبعا De amor desesperados, caigamos juntos sin regalos. Para no ver la cosa rara, de frente esta niña cosa la que te apunta y no dispara. كملها كريم كريم غير الأهداف الفنية والسياحية المهرجان فيه له أهداف إنسانية على رأس مركز التوحد ومثل كل سنة في جمعية إلى جانب مركز التوحد بيكون فيه لها كمان التفاتة خاصة منكم مين سنة صح. جمعية نحن كل سنة من أول ما انطلق مهرجان إهدنيات كان مرتبط بكوز أو بشيء إنساني هدف إنساني
نحن أسسنا مركز التوحد بالشمال تنواكب هيدي الحالة اللي بحب أكد أنه منه مرض، هو حالة كتير صعبة لأنه ما بتنعرف أسبابها ولا نتائجها النهائية ولا سبل المعالجة، ما إلى دواء مثل حيلا مرض تاني. فنحن تبنينا مركز التوحد بالشمال تيكون قضيتنا تبع كل سنة، وكل سنة عم نجرب يكون في جمعية تانية بتتبنى كوز تانية أو هدف تاني. السنة عنا قرى الأطفال SOS سوا وتحت جناح إهدينيات، عم نكمل الرسالة الفنية الحلوة بالصيف تكون حد الرسالة الإنسانية اللي بتكمل على مدار السنة من موسم إهدينيات 2016 لموسم إهدينيات 2017. على أي أساس عم تختاروا كل عام الجمعية؟ عم نجرب ننوع صراحة، كان في كيدز فيرست مركز سرطان الأطفال، السنة قرى الأطفال SOS، السنة الجاي يمكن ذات الجمعيات لقبل، يعني بس تنكون معنا جمعيتنا اللي هي نورث أوتيزم سنتر وجمعية تانية تنكون عم نعمل الشغل على أتم وجه. طب كريم، في يمكن هيك كوميتي تجتمعوا كلكم سوا لحتى تختاروا الأسماء الفنانين المشاركة؟ أكيد في لجنة لمهرجان إهدينيات الدولة بترأسه السيدة ريما سليمان فرنجية، كل سنة بنجتمع ببلش التحضيرات تحديدا دغري من بعد دورة المهرجان، يعني من بعد إهدينية، يعني من بعد فيستا لاتينا إذا بدك يعني. ناخذ فيستا لاتينا بأي دات؟ ب 20 آب يعني ب 21 اجتماع. لا عم ياخذ بناخذ شويه بنعمل اكشلي بنعمل تو ميتينجز، اجتماعين من قيم شو صار بالمهرجان، وين صار في اخطاء، وين في تقدمات، شو لازم نغير لسنه الجاي. وكمان لانه مهرجانات لبنان اسم الله كثيره، والفنانين هلا صاروا بيجوا على الميدل ايست بيعملوا تور بيعملوا جولات، فنحن لازم نتحرك بسرعه. فاذا في فنان على بالنا يجي وهي اور شي از اون تور، يعني عنده جوله، نحجزه دغري، نحجز مكان له عندنا. وكمان في فنانين كمان لبنانيين وعرب عم ينحجزوا قبل بسنه على مهرجانات كبيره، فكمان لازم نلحق حالنا. من هون بيجي ضروره الشغل المبكر، يعني قبل بسنه تقريبا. خلينا نقول انه الى جانب الحفلات الرئيسيه بالمهرجان في كمان اوف فيستيفال خاص بالاطفال، نشاطات كثيره عم بتصير الى جانب الحفلات الفنيه، وبعرف سنه عن سنه اهدن عم تتطور اكثر وعم بتصير جاهزه اكثر لاستقبال سواح كتار من يلي بيطلعوا بيقضوا الويك اند فوق او بيقضوا الليله فوق، يعني ما بيرجعوا بيسربوا. ومع هيدا وكله في بعتقد كمان نقليات بتنقل السواح. لكل الاشخاص يلي حابين يشتروا تيكتس لمهرجان اهدينيات السنه، ومثل كل سنه في نقليات مامنه من جميع مراكز الفيرجن ميجا ستور لاهدن، وزاد الخط الراجعه كمان موجود. وسنة عن سنة عم بتصير كل عمرة اهدن مصيف لبناني كتير مهم، بس هلأ مع كبر موسم مهرجان اهدينيات كمان كثرة السياحة بالمنطقة، صار في كثرة الأوتيلات المطاعم النشاطات الخدمات، فدايما منقول للأشخاص اللي حابين يطلعوا على اهدن ننصحهم يطلعوا يقضوا ويكند طويل، يحجزوا ليلتين بواحد من اوتيلات الموجودة بإهدن، يعملوا نشاطات الصباحية إذا بدكم، الهايكينج، تسلق الجبال، المشي بالمحمية، السياحة الدينية، الأكل اللقمة اللبنانية الطيبة، ومن عشية ما لهم غير يحضروا ليلة من ليالي إهدنيات. والطقس عم بيكون والطقس الحلو والطقس، يعني في ليالي عن جد عم ننصح العالم فيها يطلعوا جاكيت خفيفة أو شال خفيف، لأنه إيه عم بصير في شوية سقعة، وهذا بعتقد شيء كثير نحن بحاجه له بموسم الصيف. بالصيف ايه. اكيد يعني بنسميه السمر اسكيب اهدن، انه بتهربي من شوب المدينه بتطلع على اهدن بتقضي ويكند كثير حلو. كريم، كيف عم بتوسعوا سنه بعد سنه؟ المدرج نفسه بنفس المطرح، صح. الفود كورت بعدها مثل ما مهضومه كلها خشب وهيك، انا لانه بطلعوا بعرف بتاخذوا براي الناس، بتشوفوا أكيد. شو طالبين، شو بلكي بيقترحوا عليكم؟ اكيد يعني انا وكبت مهرجان اهدينيات من اول ما صار مهرجان اكتسب صفه المهرجان الدولي، وسنه عن سنه عم بيصير في تحسينات، هول كلهم بيطلع من بعد الاجتماع يلي بيصير بعد كل مهرجان اخر ليله. فمثلا الباك ستيج عندنا من اول سنه انطلقنا فيها من 7 سنين لهلا تغير، هلا الباك ستيج صار مستعمره، بتفوتي في صالونات، في باك ستيج، في مطرح للبريس، مطرح للفنانين، للتصوير، للمقابلات. الفود كورت كمان تغير مع الوقت، بنحرص انه يكون فيك حتى تنوع بالاكل بالمشروب اللي عم بيتقدم، يعني دائما تكون اذا انا حاسب حالي ضيف رايع على هالمهرجان شو مرتاح بعطي، ارتاح بصفة السياره، ارتاح بالاكل بالفود كورت قبل ما اطلع فوت، وبكون مرتاح بالدخل، ما اتاخر او كون عجقه، وبذات الشيء بالظهره، واحضر شو كتير حلو. وهيدا عم نلاقيه، وهيدا اللي عم نعمله. يمكن كمان لكل الاشخاص اللي زاروا السنه الماضيه كانوا ما حدا انزعج من السكيورتي، بالعكس حبوا السكيورتي ماجرز عندنا مبكلين تا
حتى لحفظ سلامة وأمان كل العالم. هذا الشيء بيصير، الإجراءات بتصير بكل مهرجانات العالم، ونحن بتهمنا سلامة ضيوفنا وسلامة فنانيننا وسلامة مهرجان إهدنيات تيدال إن شاء الله من سنة لسنة. لا شك. يس. نحن بنشكر حضورك معنا كريم مسعود عضو بلجنة مهرجان إهدنيات الدولة، بنتمنى لكم توفيق هالسنة. للأسف تم إلغاء حفلة، بس بعتقد بتصير يمكن بكثير من المهرجانات لأسباب غير إرادية مثل ما بيقولوا. عقبال كل سنة. شكرا، بنشوفكم عهد نشرفونا ونشوفكم. أهلا وسهلا فيك كريم. شكرا. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام مثل العادة بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة على 7:30، كونوا على الموعد. باي باي. توج فريق الشهيد يحيى العرب بطل للدورة الرمضانية بالفوتبول يلي جريت تكريما لذكرى الشهيد يحيى العرب، وهالشي بفوزه على فريق راس النبع الأهلية 4-1 باليوم الأخير من الدورة اللي أجريت على ملاعب بلدية بيروت بأسقص وبإشراف المدرب الوطني محمود برجاوي أبو طالب وتنظيم رئيس رابطة جمهور نادي الأنصار توفيق حمزي. حضر المباراة النائب عمار حوري ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني والمنسق العام لقطاع الرياضة بتيار المستقبل حسام زبيبو و غير من الشخصيات. واختتمت الدورة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، وتوج علي ناصر الدين هداف للدورة ب 13 هدف، ونال المدرب أحمد دبورة لقب أفضل مدرب، أما عمر الكردي ومحمد بلوني فتم اختيارهم كأفضل لاعبين. أحرز فريق الجامعة الإسلامية بالفوتبول المصغر ميني فوتبول كأس مركز أول للدورة الرمضانية اللي نظمتها الدائرة الرياضية بالجامعة وبالتعاون مع إدارة مجمع كلاسيكو الرياضي طريق المطار، وهالشي بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق ليبان بوست بنتيجة 8-5. منذكر أن الدورة استمرت طيلة شهر رمضان المبارك بمشاركة 12 فريق بيمثلوا جامعات وشركات ومؤسسات. وبعد انتهاء المباراة الختامية وزع الرعاة والمنظمين الكؤوس والجو والميداليات على الفائزين والمكرمين وضيوف المميزين. شهدت بطولة ياسمين الرمضانية الدولية الثانية مشاركة واسعة من الفرسان العرب والأجانب، وتم تكريم الفرس اللبنانية ماريا عمران عراجي اللي اختارت أنه توقف بين الكبار بمنافسة قوية وببطولة تعتبر من أعرق البطولات حيث بتمتد على مدى 27 عام، وشارك فيها كبار الأبطال بيناتهم الأولمبي إبراهيم بشارات وفرسة العرب ميسم بشارات ونجوم المنتخب العراقي وكابتن المنتخب الأردني وغيرهم، وتمكنت أنه تخطف ماريا الأضواء بمشاركتها. والكل كان عم بيثني على هالبطلة اللي اعتبروا انه شمس الفروسية رح تشرق من لبنان ومن نادي قلعة الفرسان اللي بتنتمي له ماريا. حذر مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشان من المواجهة المنتظرة مع منتخب ألمانيا بدور النصف نهائي من بطولة أمم أوروبا، واعتبر أن المنتخب الألماني هو الفريق الأصعب يلي يمكن لفرنسا أن تواجهه بهالدور. وقال ديشان بعد فوز كبير على إسلندا 5-2، ألمانيا هي المنتخب الأفضل من دون شك، نحن تأهلنا ورح نلعب لنحافظ على حظوظنا قدام الفريق الأفضل بالعالم. أكد المدير التجاري والتسويق إلى مانشستر سيتي الإسباني عمر برادة خلال تقديم المدير الفني الجديد بيبي غوارديولا أنه وصول المدرب الكتالوني كان عنده أصداء بالعالم. وبتصريحات للصحافة الإسبانية خلال تقديم غوارديولا قال برادة أنه بيبي يعتبر واحد من أفضل المدربين بعالم الفوتبول، ومنعتقد أنه رح يساعدنا لنرفع صورة النادي، نحن كتير مبسوطين بوجود غوارديولا معنا. وكان المان سيتي أعلن بشهر شباط الماضي عن تعيين غوارديولا خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني لمدة 3 مواسم مقبلة. كشف تقرير صحفي بريطاني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عم يسعى ليقدم عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات الأورغوياني لويس سواريز مهاجم نادي البرشا. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن بيبي غوارديولا المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي عم يسعى أنه يكون فريق قوي، والنادي مستعد ليقدم عرض بقيمة 100 مليون يورو ليضم سواريز يلي بيرغب بيبي أنه يكون موجود مع الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال سواريز وهو خيو لبيبي غوارديولا يمكن يساهم بانتقال اللاعب ليلعب مرة جديدة بالدوري الإنجليزي. منذكر أنه سواريز كان انضم لصفوف برشلونة قبل 2 سنين من فريق ليفربول الإنجليزي. ذكر التقرير صحفي أنه قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي بيت قريب كتير أنه ينضم لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. وأوضحت صحيفة بريطانية أنه كوليبالي قرر أخيرا الرحيل عن صفوف فريقه الحالي نابولي من بعد ما تجمدت المفاوضات حول الطرفين معقول وإمكانية حصول اللاعب على عقد جديد. وبتتقدر قيمة كوليبالي بالسوق حاليا بحوالي 30 مليون جنيه استرليني. وسبق لرئيس نادي نابولي أنه رفض رحيل لعبه هالموسم، بس أخيرا انصاع لرغبة كوليبالي بترك الفريق.
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد عم يستعد لإعلان تمديد عقد نجمه الويلزي جاريس بيل. تجديد عقد بيل وصل لمراحل متقدمة من وقت ما بلشت المحادثات الأولى بهالشي بشهر فبراير الماضي، وكان كل الشكوك اختفت يلي كانت محيطة بمستوى اللاعب بعد الأداء الرائع يلي قدمه بموسم 2016، بالإضافة لاستمراره مع منتخب بلاده بلعب دور الحصان الأسود بيورو 2016، وحاليا صار موجود معه بالدور النصف نهائي. ومعقول كتير بشروط تجديد العقد أن يوصل عقده لبيل جديد حتى عام 2021. ذكر التقرير صحفيا أن العقد الجديد للمهاجم البرازيلي الدولي نيمار مع فريق برشلونة رح يمنحه 25 مليون يورو بالموسم الواحد بعد الضرائب، وهذا يعني حصوله على راتب أعلى من يلي بيحصل عليه الساحل الأرجنتيني ليونيل ميسي بحوالي 3 مليون يورو. ووفقا لصحيفة ماركا، فبرشلونة اضطر لزيادة راتب نيمار بشكل ملحوظ أثناء مفاوضات تجديد العقد خوفا من انتقاله لنادي آخر. كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب بابلو زابالتا مدافع مانشستر سيتي من الانضمام لصفوف نادي روما خلال ميركاتو الصيف الحالي، وأبدى زابالتا موافقته أنه ينضم لصفوف الفريق الإيطالي بعد عدة مفاوضات بحسب يلي كشفته صحيفة كاريرو ديلو سبورت الإيطالية. ورح يوقع زابالتا على عقد بيمتد لثلاث سنوات مقابل 2 مليون يورو ونص كراتب سنوي، وأيضا رح تكلف الصفقة حوالي 3 مليون يورو تقريبا. ذكر موقع اسباني انه نادي مانشستر يونايتد ولاعبه خوان ماتا يمكن يرجع للدوري الاسباني، خاصه عبر نادي سابق فالنسيا بعد تولي جوزي مورينيو الاداره الفنيه للشياطين الحمر. وسبق انه رحل ماتا عن صفوف تشيلسي لعدم توافق طريقه لعبه مع خطط المدرب البرتغالي. وأضاف الموقع أنه ماتا رح يكون بديل مثالي للبرتغالي جوميز بحال رحل الأخير عن صفوف فريق الخفافيش. بيسعى نادي ستوك سيتي الإنجليزي للتعاقد مع نجم فنربخشي ومنتخب البرتغال لويس ناني بالفترة المقبلة، بالرغم من اقتراب نادي فالنسيا الإسباني من الحصول على خدماته. وبتأمل إدارة الفريق أنه تقنع صاحب 29 سنة بالعودة للدوري الممتاز، لأنه لعب سابقا بقميص مانشستر يونايتد من خلال التفوق على العرض المالي المقدم من فالنسيا.